في كل الأحوال الدولة هتشجع أن إدارة وتشغيل كل هذه المشروعات يتم من خلال القطاع الخاص. فده جزء من القطاعات اللي احنا شايفينها الدولة هتتخرج منها. في قطاعات أخرى استراتيجية الدولة هترى أنها هتستمر فيها ويمكن يعني تثبت وجودها وتترك المجال مرة أخرى للقطاع الخاص أنه يكمل في هذه القطاعات. وفي قطاعات أخرى هنبدأ الدولة المصرية بحكم أنها قطاعات ليست في اهتمام القطاع الخاص أنه يشتغل، هنفضل إحنا اللي مستمرين فيها، وده موجود في كل دول العالم. فدي الوثيقة بتحدد هذا الموضوع. ولكن في نفس الوقت الحقيقة مع هذا الكلام الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتنمية وتشجيع والإسراع بمعدلات نمو الصناعة في مصر، وإحنا لدينا يقين كامل أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي في خلال الفترة القادمة. والحقيقة عشان كده الدولة المصرية بدأت يعني تستجيب لبعض النقاط اللي كان يمكن بتظهر من لقاءاتنا مع كل رجال الصناعة من الخارج والداخل ومع مجالس التصدير ورجال الأعمال والكلام ده كله. أهم شيء أن احنا حددنا أن إتاحة الأراضي الصناعية ستكون دايما أراضي مرفقة، ولكن هيكون المبدأ في تسعير الأراضي هو سعر المرافق فقط. ووضعنا الآليتين لإتاحة هذه الأراضي إما بحق الانتفاع يا إما بالبيع وبتسهيلات ائتمانية، علشان الهدف إن احنا نشجع القطاع الصناعي اللي موجود اللي بيرغب في التوسع وإنشاء أو توسع في مصانعه القادمة إنه يحصل على الأراضي بصورة مباشرة. اتعملت لجنة واحدة مجمعة هي اللي بتخصص الأراضي بصورة فوريا، وتم اتخاذ القرار إن هيئة التنمية الصناعية تطلع الرخصة، هي رخصة واحدة في حد أقصى 20 يوم عمل، بحيث إن المستثمر بياخد الرخصة من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية الصناعية هي اللي بعد كده معنية تاخد موافقات بقية الجهات. تم تفعيل مادة مهمة جدا في قانون الاستثمار، وهي إعطاء الرخصة الذهبية اللي بتصدر من رئيس الوزراء شخصيا وبتجب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعة مشروعات أخرى إحنا بنراها كدولة إنها مهمة ويعني بتساهم في نمو الاقتصاد المصري. الحقيقة الدولة المصرية أيضا وضعت حوافز ضريبية وغير ضريبية لمشروعات بعينها، ويمكن إحنا التركيز الفترة القادمة على مشروعات الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة. الدولة المصرية وقعت على مدار الشهرين اللي فاتوا 6 مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في خلال المشروعات الكبيرة، لأن الرؤية أن مصر إن شاء الله ممكن تكون مركز إقليمي وعالمي لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء. مصر من الدول القليلة اللي لديها يعني أماكن جيدة جدا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي الدولة المصرية النهاردة بتضع حوافز يعني كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة عشان تدخل معانا في هذا المجال. قطاعات زي الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النهاردة على قمة أولويات الدولة المصرية، وبتتاح لشراكة رجال الأعمال والقطاع الخاص. يعني الحقيقة برضو خدنا يعني قرار مهم جدا بالسماح بتأسيس الشركات من خلال يعني الفيرتشوال يعني ارينا، يعني مش هيبقى لازم النهارده اللي عايز ينشئ شركه انه لازم يجي هنا بصوره ماديه وان هو ينشئ الشركه، بالعكس احنا دلوقتي فتحنا هذا الموضوع، وبالذات علشان قطاعات زي الشباب ورياده الاعمال والستارت ابس دي هتبقى مهمه جدا ليهم، وبالتالي احنا بنستجيب ليهم في هذا الموضوع. يعني دي كلها إجراءات الحقيقة إحنا بدأنا كدولة بنتخذها، وبنتابع مع كل زملائي الحقيقة مجموعة الوزراء المعنيين تنفيذها على الأرض. أيضا يعني أنشأت تحت إشرافي المباشر وحدة لحل مشاكل المستثمرين، بالرغم من أن هناك آليات النهاردة بقت موجودة وفعالة، ولكن يعني حطيت أو أنشأت وحدة يعني مباشرة تحت يعني إدارتي، بحيث أنها تتلقى أي مشاكل للمستثمرين ونحلها على الفور في خلال أيام قليلة، علشان برضو نساعد في تهيئة المناخ. لدينا تحديات؟ نعم، ونعي إن إحنا لدينا تحديات ما زالت
على الأرض في بعض الإجراءات البيروقراطية والإدارية، ولكن إحنا بناخد النهاردة كل الخطوات عشان نذلل هذه الإجراءات ونسرع يعني بالموافقات وتسهيل مناخ الأعمال إن شاء الله في خلال الفترة القادمة لكل مجالات الاستثمار، لأن إحنا بنؤمن إن الفترة القادمة إحنا عدينا مرحلة دقيقة جدا، مهدنا الأرض ببنية أساسية وبنية تشريعية وبنية تنظيمية ومؤسسية، إجراءات الإصلاح الهيكلي اللي خدناها بعد الإصلاح الاقتصادي كل هدفها إنها تيسر الإجراءات وتتيح مناخ أفضل لعملية الاستثمار وانطلاق القطاع الخاص في خلال الفترة القادمة بقوة. وزي ما قلت إحنا بقينا حاطين علينا كدولة مستهدفات وكي بي آيز واضحة، ونقدر ان احنا يعني ده كانت اللي احنا اعلناه، ان كل 3 اشهر هنطلع بمؤتمر ونعلن مدى نجاحنا في تطبيق المؤشرات الكميه اللي احنا وضعناها على نفسنا. وبالتالي يعني انا مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن في النهايه يعني مصر بتفتح يعني ابوابها بالكامل لكل مجالات الاستثمار، وبالذات في المجالات اللي انا اشرت اليها اللي احنا معتبرينها اولويه اولى ان شاء الله في خلال المرحله القادمه.